عليكم كما كتشوفونا كنتواجه معنا الاخر الناصر الجمعوية المدينة السر في كلمة الله. صباح الخير عليكم، كي دايرين؟ كلشي بخير. هاد البلايصة زوينة ولكن يا اخواني خاص الجماعة توفر شي بلاصة لكاع هاد الناس اللي كيديروا التجارة ديال الطيور وديال هاد الحمام، وهادشي راه زوين بزاف. لا لا زوين، الله يعطيكم الصحة. لا 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 داكشي متراسي، تبارك الله عليكم، الله يحفظكم اخويا، الله يسهل عليكم، الله يسهل عليكم. هذا خي ياسين 40 درهم، كلشي بحال بحال. اللهم بارك، قول لي الثمن ديال الدرويش، عيشة الدرويش ياك. الله يبارك، هاد القفوز هادو عندك هنا شحال؟ 80 درهم اخويا. هادو 80 درهم، جوج وكالات. الله يسخر لك الامور. وهاد السيباراسيون؟ 60 درهم اخويا، 210. ها؟ 210، اللهم بارك. وهادو ديال الطين شحال دايرين هادو؟ 3 دراهم، 3 دراهم.4 دراهم 4 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 دراهم 4
يتصل بخونا محمد على خاص. بخير. الله يحفظك. السلام عليكم. شحال اخويا محمد هادو عندنا هنا؟ نساوي 150 كرة 200. كلشي بحال بحال لورون بحال البيض. البيض 250. اللهم بارك الساعه نقيه اللي خصها شي حاجه. كاين التليفون ديالك شي اتصل بك 06 66 11 45 81. خصها شي حاجه راه يتصل بك على خاص. اللهم بارك. صافي صمد شحال اخويا داير هاد البياسه البيضين؟ هادو جوج كوبرات ديال 450 درهم من الكوب. 450 درهم من الكوب. اللهم بارك. وهادو بياسه الكره ديال الكروسر حتى ما ديالو 130 الواحد. 130 درهم من الواحد. اللهم بارك. بياسه ملاح شحال تكونين الهاتف ديالك؟ الله يسخر اخويا شي حاجه. الله يحفظك اخي عزيز. الهاتف ديالك النمره 06 08 79 79 11 74. اللهم بارك. لا خصها شي حاجه يتصل في الصيف الصمد على الخاص. اللهم يسير. والذكر ديال الفريزه عبد الصمد ديال الفريزه ديال 330 330 درهم. اللهم بارك. هذا لاكات برونز شحال؟ 270 درهم. السلعه راه ديال الصمد راه اللي خصها شي حاجه. راه التليفون ديالي هو اللي قال في الاول. اللهم بارك. صافي بيد شحال هاد انت واخاي سمير؟ 100 درهم. اللهم بارك. شوف 100 درهم. وهاد الكوبلة ديال هاد الكوبلة هادي ديال سبانكل شحال؟ 150 درهم وقف الزيالة. اللهم بارك. السي عادي شحال الثمن ديال هاد المندلة؟ 40 درهم البياسة. كلشي بحال بحال نفس اللون. اللهم بارك. وهذا كيلو شحال؟ 60 درهم. الله يستر لك لهما. وهادو لي هنا بحال بحال تا هما 60 درهم. يوم سبانكلو واللوتينو. الله يسخر. هاي لا ثمن في المتناول اللي بغا شي حاجة. وهادو لي هنا 40 درهم. ولي عيشة درويش ياك. الله يسخر. ولينا التليفون ديالك السي عادل. التليفون 06 41 37 19 28. وهاد الكالوبسيطا سي عادل تا هما شحال؟ 250. اللهم بارك. لا خصو شي حاجة راه يتصل بعدي في الخاص. راه النمرة ديالو راه قالها في الأول. الله يبارك السي عادل. سير أخويا حمزة بخير. الله يحفظك. شحال الخير عندك هنا؟ شحال اللي وصل؟ 120 درهم 80 درهم. الله يسخر. اللهم وهاد الكيروشات شحال؟ 150 150. كل حاجة بالثمن ديالها ياك. كاين ديال الرينبو كاين داك العادي. اللهم بارك. لوبالين الله يسر لك. اللهم بنا التليفون ديالك أسي حميد 07 72 98 04 66. خصو شي حاجة يتخاصل بخويا حمزة. الله يسر لك. اللهم شحال اخويا عبديلا هاد البياسات عندك هنا نحاسين هنا؟ 200 درهم. 200 درهم. اللهم بارك.
كل شيء بحال نفس الثمن اللي هنا قال لي شي واحد تما اخر غلي 180 درهم 180 درهم اللهم بارك وهادو هذا بياس هنا ديك الثمن ديال هذا اللي فات 200 درهم اللهم بارك بحال بحال ياك الله يسر الامور ولا التليفون ديالك عبد الجلال 06 51 48 19 46 الله يسر شي حاجه يتصل بك على الخاصة الدسي الله يسر لك الامور اشحال هذا الكالوبسيطا السي ابو بكر 700 درهم لابين كوبل هذيك اللهم يدير البياسه اللي بوحدها شحال شحال 3000 مدرسين اللهم بارك المونضالة شحال الثمن 1000 ريال الله يسر لا خويا كلشي غادي نصور ان شاء الله هاد السي عادي السي عادي ذات السلعه عادي كنقولوا فيها 25 درهم اخويا 25 درهم اللهم بارك لا غلا على نفسك عيشه درويش عيشه درويش هي اللي فيها الله يسر لك الامور هنا التليفون 25 درهم التليفون ديالك السي عادي اللي خصها شي حاجه 06 92 95 97 95 97 95 اللهم بارك يا اخوان اللهم بارك هاد الديروش هنا غير السلعه ديالي حط واحد السيد هنا الصح اللهم بارك اللي خصها شي حاجه انا فول بادي تكساس كاين العادي الريمبو كل حاجه بثمنها 100 درهم 50 درهم رخا لله شحال هذا شنو براد ديال لانسي بورا بلا سي حسن هذا شنو براد ديال لانسي بورا 150 درهم بياسة اللهم بارك انتوا بالغا شحال 170 درهم اللهم بارك الكوب المزيف 300 درهم 2021 اللهم وهاد البيضة هاد الدقيق 220 درهم وهاديك الكوبلة اللي ليه شحال 500 اللهم بارك وهاد البيروش هذا 80 درهم اللهم بارك الله يستر لك الامور هاد السي حسن هنا التليفون ديالك السي حسن وهاد البيروش ديال 80 فيه ديال 100 هو الثاني هذا ايه هذا قلنا لهم هاد الثمينه ديالو اللهم بارك الله يسر لك الامور قلنا الهاتف ديالك السي حسن 06 77 61 23 21 شنا نقولها نمرتك حفظناها السوق هاد الساعة 21 عليكم سي محمد مرحبا بنا عندك اليوم في سوق القنطرة للطيور واخا القنطرة راه حيدوها بقاتها السمية دابا اللهم بارك بغينا نسولك الاخ محمد لي كرهات اللي كاينين دروكا ديال عند الموالي من بعد ما تزاد الزوان واش كاين شي حركة شي بيع باقي ولا الناس يا كبير الظروف هادو ديال سميت عليها ما كاين عاد الزوان زايد لي رون زايد اي حاجه لي كاج تا هما كلشي زايد المهم بخير هذا غادي غادي يعرف من اشنا هاد الاسباب هادو تقريبا باش الناس يعرفوا الاسباب كاين ازمه في العالم كاين الصف كاين الناس تقول لي ما خدامه والازمه ديال هاد الوباء هذا الله ايوا الناس مولين الناس تقهرات ما كانش كي بحال لهم كان بنادم خدام ياسر كلشي كان كي ايوا واش ايوا انت لا حاجه ايوا انت طلب الله يرحمنا الله يسر لهم وشكرا اخي محمد بارك الله فيك الله يحفظك تحياتي انا الاخوان مع واحد المولوعه صغيره اسراء اسراء الناس ديال تدار فيها الله عندك الفريخات في الدار ها اش عندك في الدار عندي الشاندور زين اللهم بارك زين زين وعندي كالوبسيت والكالوبسيت اللهم بارك تبارك الله عليك يا مولع ما عرفت في الدار ياك الله يسخر هذه شكون اللي شرى لك هذوك الطويره بابا الله يلام الله يفيك بابا كي وانت طليتي في الطويره ديالك مزيان واش تقول لنا شي كلمه اليوم كاين شي كلمه اليوم كي جاك السوق زوين زوين ياك في الطويرات في كل شيء ياك اللهم بارك لي شكرا لك الله يحفظك بارك الله فيك على الله كنشكرك ايسرى على الكلمات والطلي في الطويرات ديالك تحياتي يلاه قول لهم باي 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 الله يحفظك
شحال هاد المسادة اخي هو؟ ها؟ شحال الثمن ديالهم؟ الثمن ديالهم كنقول 600 درهم. اللهم بارك، كلشي بحال بحال. التليفون ديالك اصاحبي هو اللي خصو شي حاجه يتصل بك. ها التليفون ديالك اللي خصو شي حاجه يتصل بك. 0677 80 45 74 74. اللي خصو شي حاجه يتصل بخونا عبد الله، الله يسر لك الامور. اللهم بارك. هذا المقرين هذا شحال داير؟ هذاك 700 درهم. شحال عنده في القفاز؟ عنده 3 سنين. اللهم بارك. كاين شي كلام بعدا فيه؟ لا ولادو هادو هكاك يقول لي هذا هو الجدير، هذا هو بوات المسافة. الله يسر لك الأمور. هانتوما الإخوان كما كتسمعوا اللي خصو شي حاجة أخونا عبد الله، راه هذا هو التخير باش ينتج هاد المسافة هاد. اللهم بارك. الله يسر لك أخويا عبد الله. هنا الباترون. على السلامة. تعطلتي اليوم. مزيان. هانيا بخير. كي دايرة القضية؟ كاين شي بيع شي حركة مزيانة؟ الله يلا ياك. نقول لك مع الزوان دابا غلا ياك. يا والله الله يسر لك الأمور. مرحبا، الله يسخر لك. أنا الإخوة. اللهم بارك. شدير السي أحمد. باقي هذاك الفريخ ديال كالوكسيد هذاك. إن شاء الله. اللهم بارك. بارك الله. اللهم يسر. الشيء ديال الماء اللي ماشي ديما باش ما يجيش صافي. الله يستر. انتم الاخوان كما كتشوفوا التاريخه ديال عجيله تعويضه. راه داك الاخر لهنا راه فيه الحماده، راه ليا لهنا. راه سي محمد نشوفوا بلاتي بلاتي. سبحان الله. اللهم بارك. الاخ محمد توا راه باقا لينا واحد الكالوكسيد ديال مراه باش الشيء كمل عليه. اللهم بارك. ياك شي هادو تباعو ياك اخ احمد. الله يسكر المولاهم، الله يسكر ليه الامور. شحال الثمن ديالهم باش يخصو شي حاجه عندك؟ كاين 250 درهم باش تباعو. 250 درهم. اللهم بارك. الله يسر الامور. خصو شي حاجه ديال الدريساج ان شاء الله. كما كتشوفوا تحياتي. هادو كبار، هادو شحال الثمن ديالهم؟ 150 درهم. الحبه بحال 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 كيلو بحال. اللهم بارك. اللهم يسر. مرحبا. بسم الله ما شاء الله. اللهم بارك. شي كاسه ديال كوبل ديال الموزايك هذيك ياك؟ هذيك الكاسه ديال عين حمراء. اللهم بارك. شحال الثمن ديال هاد السلعه هذيك؟ شحال تلقى في الكوبل؟ 500 درهم. هذيك الكاسه هذيك نتوا؟ 5000. اللهم بارك. التليفون ديالك الاخ الله يسلمك. 06 96 11 16 36. اللهم بارك. شي حاجه يتصل بك على الخاص. اللهم بارك. شحال هاد الكوبلة اخي رضوان؟ 1000 درهم. اللهم بارك. الكوبل ديال الهوغو مستوى دايم. لا خصو شي حاجه تكون رضوان 1000 درهم. وهادي زانتي بارابلا الاخر رضوان شحال؟ 3500. اللهم بارك. وهاد الاخرين تا هما بحال بحال. اللهم بارك. هادي كوبلة هادي. اللهم بارك. شحال الثمن ديالها؟ 400 درهم. ما يسر لك شي حاجه 400 درهم. هادي كوبلة ديال كالوكسيد شحال؟ هاد انسيبارابل 400 درهم. اللهم بارك. ديجا خدامة. الله يسر لهم. وهاد الكوبلة هنا ديال بيرش قول هاد الكوبلة ديال بيرش 120 درهم. البيض ديالها ياك في صندوقتها. قلنا التليفون ديالك الاخر رضوان 06 30 86 86 26 80. اللهم بارك. خصو شي حاجه يتصل بك على الخاص. انا اللهم بارك. الكوبل ديال الرخو شحال هاد الكوبل هاد الرخو؟ اسمعي 600 درهم. اللهم بارك. وهاد البياسات الاخرين بلاكات غوج هنا والاخرين رخاص بي شحال؟ 600 درهم الكوبل. البورتور ديال الفايو 600 درهم الكوبلة. اللهم بارك. قول لنا التليفون ديالك السي اسماعيل خصو شي حاجه يتصل بك. 06
61 64 21 96. اللهم بارك. خصك حاجه تتصل بك على الخاصات داسي. السلام عليكم. حنا كنتواجدوا الان عند السيف القادر وحماد. مرحبا بنا عندكم الاخوان. قول لي الاخوان من سولكم على الحركه كيدير هاد اليومات من طرف يعني الاكراه ديال السلعه الزيت. واش كاين شي حركه كاين شي رواج في السوق ولا كلمه لحماد؟ والو زعما ما كاين ما من ناحيه. شنو هما الاسباب اللي كتلقاو اللي خلات هاد الشيء؟ ما بالنسبه لهاد الزيادات اللي كاينين في الزوان وفي السلعه كيفاش زعما شنو ما اثرتش عليكم نتوما في السوق؟ هي اثرات وانما عاوتاني ما حنا ما نديرو لحقاش ما جاتش من عند امو الشيء اللي كيدخل جات من عند جات الحاله هذيك اللي الديوانه زياده في الديوانه زياده في الحروقات زياده في الترونسبور ديال لي كونتينر حتى هي حلتي. هذا هو المشكل. المشكل ماشي عند امو الشيء اللي كيدخل. واش غادي دير؟ المشكل راه من الفوق من اللي من عندهم. قول لي راه هادشي ما بلا بنا شي كلمه الاخ عبد الرضا القادر. اش بان لك انت اخويا ورقوا على الكوفريات ياك بيه. قال لي القضيه اللي قال بها قفز ب 70 درهم دابا كتقول ليه 110 درهم كيهرب. لا ما بقاش عنده ديك القدره الشرائيه باش يشري مسكين. مسكين صافي ولا الولاعة غادية في الهاوي ياك. الولاعة مشات الله يصوبو صافي. الله يدير شي تاويل الخير. واش غادي دير؟ راه لا اله الا الله. لا اله الا الله. كنشكركم على التدخل ديالكم الاخوان. الله يسر لكم الامور. تحياتي. مرحبا الله يحفظكم. شحال هادو البياسات ديال كالوب سيد؟ شحال؟ 150. شحال عاود؟ 150. 350. اللهم كلشي بحال بحال. زينو. اللهم بارك. هنا الهاتف ديالك 06 02 98 63 57. الله يسر لك الامور. انا الاخوان اللهم بارك. السلعه موجزه ديالك. شحال اخويا هذا السبيريش هذا؟ 30 درهم. اللهم بارك. ولي عيش يا درويش ياك. الثمن في الرخاء العموم. كاين اللي بغى شي حاجه ياك كيداير السوق قضيه ناقصه. واش غدير؟ الله يصوب الامور. قلنا التليفون ديالك اللي خصو شي حاجه يجمل. قلنا التليفون ديالك واش خصو شي حاجه يجمل عندك؟ 06 78 83 70 11 13 13. اللهم بارك. سي رشيد الثمن ديال هاد البيروشات اللي عندك اخويا انا 40 درهم. اللهم بارك. الله يسر الامور. 06 38 64 64 66 96 10. اللهم بارك. سي ابو بكر ديما حاضر ديما حاضر. اللهم بارك. المولع يا السوق صحاب الزريساج. اللهم بارك. الله يسر لك الامور. شحال ديك البياسه؟ 400 درهم. الدريساج خونا عبد محتاج ابو بكر محطة معروف دريساج. قول لنا الهاتف ديالك اللي خصك حاجه عيب. يعني 06 19 20 23 44 24. الله يسر لك الامور. تحياتي. بسم الله ما شاء الله. احنا كنتواجدوا مع الناس اللي عندنا مقانن. اللهم بارك. الناس ديال مقنين. شحال هاد البياسة عندك؟ الله يحفظك. شحال هاد البياسة دارو؟ شحال؟ 200 درهم. 200 درهم اللهم بارك. شحال ضاربين فوق حدا خويا هاد؟ شهرين. شهرين الفوق. اللهم بارك. قال لي خصو شي حاجة مقنين عنده شهرين. اللهم بارك. اش مرقد هذا خويا؟ تارودان. يلاه الناس ديال تارودان خصو شي حاجة. اللهم بارك. شجرة في المستوى 200 درهم. اللهم بارك. هادو شحال عندهم هادو؟ هادو عامين. اللهم بارك. كلشي بحال بحال. اللهم بارك. والثمن ديالهم؟ هادو 500 درهم. داوين. الله يسر الامور. هذا حتى هو بحال بحال. شفت حاجة 500 درهم. اللهم بارك. اش مرقد هادو؟ اسفي. الله الناس ديال اسفي مرحبا بكم عندنا في اكادير. وهذا ميستو هادو؟ ميستو هادا ولا ماشي هادي الأولى جاي تكون لعبة في السوق. اللهم بارك أخويا. الله يسر لك الأمور. من التليفون ديالك؟
0-26-96-41-65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 
الاخ حسن الناس ديال التشيره الجهه ديال المولوع كبير محترف في الطريق المقنين. اخ حسن شي كلمه. السلام عليكم، دايرين بخير؟ هانيا وكل ديال الوقيته ديال الخدمه راه باينه حاليا تشويق كاين اللي خدام. الله يما بارك، انا عندي جوج بوكلات الله يما بارك راه بيضوا لي تبارك الله الرحمن. الطبيعي طبيعي، وانا القضيه ديال الطبيعي راه هضرت عليها السي حسن في الفيديو، وانا راه بلا ما كيعرف شنو عايرو هكا يقدر. شوف طبيعي اللعب اللعب اللعب، دابا قلنا فريزمون طبيعي اللعب، ماشي تبقى تا يفرق سيمانه ولا سيمانه وتقول غنخدم بالطبيعي تحيد جميع دوك الامراض الكوكسيديه. السلام علينا انتفاق الامعاء، انتفاق الكبد، تجاحم الكبد. الانسان يخدم بالطبيعي راه كاين الوصفات اللهم بارك طبيعيه. وانما انا الاخوان قالوا لي الخوت ديال اليوتيوب ديال هذا الشيء، قلت لهم لا، انا الاخوان كنتعاون معاهم في الجروب. وصراحه هذا كاع الدراري اللهم بارك تبارك الله الرحمن، نجوا تبارك الله، نجوا هذا العام ديال 2022 ونجوا في 2021 بالمواد الطبيعيه. وانما الانسان يصبر، يصبر مع المقنين. راه قضيه ديال المقنين كاينه، وانما راه كما قلت لك هما عايروا المقنين، قال لي هار كاين الله ما كيعرفش شنو كيفاش يصبر. والامان والمكان والزمان هذه ضروري، خصوصا الاخوان الانثى. الا كانت نتوا اذا كانت نتوا دايره فيك الامان اللهم بارك راه غتعطيك كاينه النتيجه. قول لي كاينه غتكون النتيجه ديال تدد عشاش غافلا سيباراسيون ابال فوليرا. الفوليرا راه احسن حاجه راخيه، الطويره طريتيهم راه غادي يخدموا، وانما الفوليرا هي باش خايبه خويا بالصبر. إذا كان شي واحد مريض راه يدعي هذا كلشي، هذا هو المشكل. هذا كل كوبل بوحده لي سيباراسيون كتحكم وكطريتي كيما بغيتي. اما الفوليرا ديما خصك تراقب. اللهم بارك، راه كاينين الاخوان عندهم الفوليرا تامر الله يهداك. الله يحفظك. والاخوان المواد الطبيعيه راه ما كاين احسن منهم. المواد الطبيعيه راه كيمشي معاك طير بعيد، كيمشي معاك مده. اما الكيماوي راه ما يفوتش ليك خمس سنين، هذه هي خمس سنين. المهم العلم عند الله، غير قلنا حنايا على حساب الطبيعي. اللهم بارك. شكرا السي حسن، كنبارك الله عليكم. السلام عليكم. تحية لخونا عادل خلوق بالطازة. الله يحفظك اخويا عادل. السلام عليكم. واحد الكومونتير، واحد الكومونتير على هذا الفيديو اللي درتي. الله يكبر بك اخويا. تحية اخويا عادل. الله يكبر بك عادل. الله يحفظك اخويا عبد الرحمن. مرحبا اللي جانا كادير. مرحبا القاضي، جميع الاخوان ديال الطازة كنشكرهم ومرحبوا بهم في كادير. الله يحفظك. الله يحفظك الاخوان. السلام عليكم. شعار عيشة دراوي. عيشة درويش. الله يحفظك. اللهم بارك. هذا اخي محمد، شحال اخي محمد هذا بورتور الفاير؟ 400 درهم. 400 درهم زويج ياك؟ ثمن الاخر. اللهم بارك. هذا مقنين هذا؟ ثمن الاخر ديالو 250. 250. وهنا شنو عندك؟ هذا كوب الفرونج. الفرونج 150 درهم. اللهم بارك. هنا شي بياسات. وهنا شنو عندك؟ كوبار جون. مزيف اوبال جون. شحال الثمن ديال هاد الكوبلة؟ 700 درهم. اللهم بارك. وهنا اخي محمد اش عندك؟ لاكات اوبال. لاكات اوبال 700 درهم. اللهم بارك. باش يعرفوا الاخوان الاثمنة اللي كاينين في السوق. ما كيسولونا الاسبوع اللي فات ما درنا واحد الجولة بلا اثمنة، قال لك ضروري تسول لنا الاثمنة. اللهم يعرفوا الاخوان اللي كاين. وهنا كوبلة هذه اغاتروج، هذه اللهم بارك. الثمن ديالها حتى هي 600 درهم. اللهم بارك. وهذا الهيبي هذا كيجيبو فيه 200 درهم. 200 درهم. الله يسر اودي اخي محمد. ورينا الهاتف ديالك اسي محمد. 026 06 20 25 26 94 38. الله يحفظك. خصو شي حاجه يتصل بخو محمد. الله يسر. اللهم بارك. السلام عليكم سي سعيد. مرحبا. كي داير اخي سعيد؟ امور هانيه. شي جديد عاوتاني هذاك؟ الله يحفظك. ديال الدريساج. ديال الدريساج. انت وابو بكر اللهم بارك معروفين في السوق الدريساج. شحال الثمن هذيك البياسه؟ 150 درهم. شحال؟ 5000. ايوا جيب الله رزقها مازال. من الهاتف ديالك؟ 06 61 83 96 37. خصك شي حاجه يتصل بخونا سعيد على الخاص. الله يسر. الاخوان كتشوفوا التوجه في سوق القنطره.
اللهم بارك الله حفظك ودا السي محمد حياتي هانتوما الاخوان ما كتشوفوا انا الاخوان مره ثانيه مع واحد المولد صغير اللهم بارك ديما حاضر معنا في سوق الحب لاباس عليك قول السلام عليكم الموالين تحياتي قول لهم تحياتي قول لهم تحياتي لهم باي باي قول لهم تحياتي قول لهم تحياتي شتي كتجي ديما السوق ها يا جدي عاوتاني مع بابا يا ديما معنا في السوق اللهم بارك تحياتي للمواليه الصغار الله يحفظك بارك الله فيك يلا قول لهم عيشه درويش قول عيش قول عيشه درويش هكاك اللهم بارك